إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع هنادي زيدان. سلمان مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وإلى العناوين. مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية. أكثر من 7 جرحى في اعتداءات حزب الله على المدنيين في عرسال، وارتفاع حصيلة قتلاه في القلمون إلى 17. وهذه خرقات وعدها لقراءة 1701. قلق في الجنوب بعد تكرار القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ. المبادرة المصرية تتعثر، والاحتلال يستأنف غاراته العشوائية على قطاع غزة. وهلأ مع أكرم برنامج من بنك بيبلوس، استبدلوا بس 29,000 كارد مايل بسفر على إيطاليا. أهلا بكم. بين الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة والحدود الشرقية مع سوريا، كان حزب الله يتمادى في قتل الشعب السوري مطمئنا إلى العدو الإسرائيلي. فعلى مدى 3 أيام قصفت إسرائيل جنوب لبنان بنحو 100 قذيفة ردا على صواريخ يتيمة انطلقت باتجاه فلسطين المحتلة، لكن حزب الله كان ولا يزال غارقا بدماء السوريين ودماء عناصره الذين أحصي منهم 17 قتيلا في أقل من 24 ساعة. وحدها المقاومة الحقيقية صاحبة القضية في فلسطين المحتلة كانت ترسم حدودا جديدة للعنجهية الإسرائيلية بعدما دكت صواريخها تل أبيب وحيفا ولم تسلم منها أبعد المستعمرات عن غزة. إذن سلمان، ارتفع عدد قتلى حزب الله في معاركه مع الجيش السوري الحر إلى 17 قتيلا، فيما استمرت اعتداءات الحزب على المدنيين في عرسال ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى. إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش أن الطيران الحربي السوري استهدف منطقة جرود عرسال بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. تقرير ربيع شنطف. فيما ينشغل العدو بقتل النساء وأطفال غزة، ينشغل حزب الله بقتال وقتل اللبنانيين والسوريين على الحدود اللبنانية السورية. فمنذ أيام تدور معارك بين الجيش السوري الحر وحزب الله في المنطقة الممتدة من بلدة نحلي في بعلبك وصولا إلى القرى السورية المحاذية للحدود مع لبنان. وبحسب المعطيات فإن عدد قتلى حزب الله قد ارتفع إلى أكثر من 17 إضافة إلى الجرحى. وقد نعى الحزب مقاتلين سقطا في سوريا دفاعا عن بشار الأسد، وهما مهدي حسن الموسوي الملقب بالسيد ناصر من بلدة النبي شيت البقاعية، ومحمد علي أكرم الحسيني من بلدة شمستار. اعتداءات حزب الله طولت إلى السوريين لبنانيين كانوا يعملون بقطف الكرز، وذلك في وادي الهوى في عرسال، إذ استهدف الحزب المنطقة بالصواريخ ما أدى إلى سقوط أكثر من 7 جرحى بينهم ابن وابنة حسن الحجيري وهو مالك أحد بساتين الكرز. من ويد الهواء عويد الدليم إجا صاروخ بان البكباي، أسرعنا نحن شي 50 متر لنقفي عنهم، شوي إجوا صاروخان متتاليين على البكب الوراني ونحن فيه 7 أشخاص. تجدر الإشارة إلى أن طيران كتائب الأسد المعادي يساند حزب الله في معاركه ضد الجيش الحر ويخرق بين الحين والآخر السيادة اللبنانية. رأت كتلة المستقبل النيابية أن من يعمل أو يساهم الآن في زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان يسيء لوطنه وشعبه. اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي المحتلة محاولة مدسوسة لاستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ سياسات إقليمية تناقض مصالح لبنان الوطنية الذي يلتزم بالقرارات الدولية وتحديدا القرار 1701. كل من يعمل أو يساهم الآن في زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان أو في تعريض الأمن الوطني للاهتزاز هو يسيء لوطنه وشعبه. الكتلة توقفت أمام أنباء اشتداد المعارك على الحدود الشرقية بين مجموعات من حزب الله ومسلحين سوريين. وفي هذا المجال أعلنت كتلة المستقبل أن مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية. إن التجارب التي يمر بها لبنان تثبت أن من يحمي شعبه هي الدولة اللبنانية بأجهزتها العسكرية والأمنية الرسمية، ومن يجلب له التوتر والويلات والمشكلات
هي الميليشيات وقوى الأمر الواقع التي يقف حزب الله في طليعتها. إن كتلة المستقبل تكرر مطالبتها حزب الله بالانسحاب فورا من سوريا ووقف تدخله في الشؤون السورية وشؤون المنطقة، لأنه بذلك يقحم لبنان واللبنانيين في مشكلات لا حصر لها. كتلة المستقبل رأت أن عمل الحكومة يجب أن يستمر ويتعزز لتسيير أمور البلاد والمواطنين، علما أن الوقت الحالي ليس وقت ترف أو مزايدات، لأن الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة خطيرة وحساسة وبحاجة لحكومة قادرة على العمل بشكل فعال ومنسجم بعيدا عن سياسة التعطيل والتكبيل. بعد إطلاق قذائف ليلا على إخراج بلدة أكروم في عكار، أكد النائب معين المرعبي أن القذائف تطلق من القرى المجاورة في أكروم وريحانة حيث يتمركز عناصر حزب الله. وإذ استنكر هذه الاعتداءات المتكررة التي سبق وأحرقت أرزاق الأهالي، جدد المرعبي مطالبة قيادة الجيش بحماية المنطقة من خلال استحداث نقطة مراقبة على قمة جبل أكروم. إلى الجنوب، فبعد استهداف العدو الإسرائيلي خراج بلدتي المعلية والقليلة بعشرات القذائف ليلا، يسود الهدوء الحذر المنطقة. يسود الهدوء الحذر مناطق الجنوب بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال مناطق عدة الليلة الماضية، بعيد إطلاق الصاروخين من منطقة رأس العين جنوب صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب الجيش اللبناني الذي سير دوريات في المنطقة وفرض طوقا أمنيا حولها، فإن العدو الإسرائيلي استهدف خراج بلدتي القليل والمعلية ب 31 قذيفة مدفعية وست قذائف مضيئة، وهو مستمر بعمليات التفتيش والتقصي عن الفاعلين وإجراء التحقيقات اللازمة بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة. الاحتلال استهدف أيضا ملعب الجهاد المعروف باسم بيت القدس على أطراف مخيم الرشيدية بنحو 10 قذائف، الأمر الذي استدعى حركة فتح إلى التأكيد على أن لا علاقة للمخيم بإطلاق الصواريخ، مع التزام الفلسطينيين وحركة فتح بالقرارات المركزية اللبنانية. وفي وقت لم يغب الطيران المعادي عن أجواء الجنوب وصولا إلى النعمة، سجل استنفار للجيش وقوات اليونيفيل في منطقة القليلة، وقطع الجيش الطريق على أوتوستراد الحوش باتجاه الناقورة بسبب القصف. ويشهد خط التماس لمزارع شبعة مع المناطق المحررة المحاذية حركة دوريات إسرائيلية غير عادية تعمل عناصرها على مراقبة الوضع في المناطق المحررة المواجهة بواسطة مناظير. وعلى وقع اعتداءاتها، قدمت إسرائيل شكوى إلى مجلس الأمن بشأن إطلاق صواريخ من لبنان على أراضيها. وإلى موضوع غزة، حيث تعثرت المبادرة المصرية للتهدئة قبل أن تدخل حيز التنفيذ، فإسرائيل استأنفت غاراتها على القطاع والتي خلفت بعد 8 أيام 193 شهيدا وأكثر من 1400 جريح. لم تكد تعلن حتى اصطدمت بجدارات الرفض والتصعيد. المبادرة المصرية التي وافق على بنودها الاحتلال الإسرائيلي لم تلق استجابة من جانب غزة، حيث اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن شروط وقف إطلاق النار من الجهتين لا تنص على رفع الحصار عن القطاع، الأمر الذي دفع بكتائب القسام التابعة لحماس إلى استئناف قصفها المدن والبلدات الإسرائيلية المحتلة بعد إعلان جيش الاحتلال وقف عملياته العسكرية من طرف واحد. تصعيد المقاومة الفلسطينية استمر على هذا المنوال، قصفت خلاله تل أبيب التي أخلت المسافرين من مطارها الدولي وعسقلان والنقب والمجدل بعشرات الصواريخ، بالإضافة إلى استهداف حشودات الاحتلال العسكرية على حدود القطاع. لم يرق لإسرائيل هذا الوضع، فاستأنفت عدوانها بشكل عنيف على غزة، أغارت على مقر عسكري تابع للمقاومة واستهدفت أرضا زراعية خالية، فيما كان المدنيون ضحية قصفها للمنازل التي تحولت إلى ركام وقف البعض على أطلالها، أما آخرون فخرجوا لتشييع الضحايا. الشهيد يسقط تلو الشهيد، فبين من رفعته الجموع على الأكتاف ومن حملتها يدا أخيها الأكبر، تلامس الحصيلة في ثامن يوم على العدوان 200 شهيد والألف والأربعمائة جريح فلسطيني جلهم من المدنيين.
جلسات مجلس الوزراء معلقة بانتظار التوافق بين القوى السياسية. تقرير شهير إدريس. لا تسوي حتى الساعة حول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، إذ أن الجهود المبذولة فشلت في التوصل إلى حل مقبول من جميع القوى لملف الجامعة اللبنانية في ظل انتظار رئيس الحكومة تمام سلام الذي نفذ صبره من التعطيل والشلل في حكومة المصلحة الوطنية، والذي قد يؤدي إلى اهتزاز الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بسبب عدم وجود سلطة داعمة. الرئيس سلام فضل أنه يحضر الأرضية مثل ما بيقولوا من شان الاجتماع المقبل لمجلس وزراء يكون فعلا اجتماع منتج حتى ترجع تعطي إذا بدك صدمة إيجابية. ونحن موافقين على الطرح والاتفاق يلي صار معه، ونحن ماضيين الاتفاق إنه إن كان على الأساتذة أما إن كان على العمدة، بس كان في غير فرقاء حسوا حالهم إنه هن ما كان لهم دور بالعملية. ونحن إلى جانب دولة الرئيس تمام سلام بهالظروف، لأنه هو عم بيشكل إذا بدك صمام أمان هو وحكومته، لأنه ما تدهور الوضع أكثر من هيك. جلسة مجلس الوزراء المقبلة غير محكومة بجدول أعمال يوزع قبل 48 ساعة، وذلك بسبب إبقاء الرئيس سلام الجلسات مفتوحة، لذلك فإن تحديد موعد لأي جلسة قد يتم في أي دقيقة في حال تم التوافق وأبلغ الأمر لرئيس الحكومة. أنا بتأمل أنه خلال هالأسبوع الأمور شوي بتتحلحل، الاتصالات اللي عم بتصير مع دولة الرئيس سعد الحريري، ورأيي أنا أنه الكلام اللي بده يقوله نهار الجمعة الرئيس سعد الحريري رح يكون كلام مهم جدا. الوضع الحكومي بانتظار مبادرات تحلحل العقد القائمة، وقد تفتح الجلسة التشريعية لمجلس النواب لمناقشة رفع سقف الاقتراض باليورو بوند بابا لإيجاد حل مناسب لملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. مشاهدينا، قبل متابعة النشر نتوقف مع فاصل نستمع خلاله إلى آيات من الذكر الحكيم ثم رفع أذان المغرب. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. لليوم الثاني على التوالي تواصلت المعارك بين الثوار وعناصر من حزب الله في مرتفعات جبال القلمون بريف دمشق. إلى ذلك سيطر الجيش الحر على 4 كتائب عسكرية في ريف درعا الغربي. جبال القلمون في ريف دمشق مجددا إلى واجهة الحرب السورية، إذ دارت اشتباكات في مرتفعات القلمون السورية وبلدة عرسال اللبنانية، حيث تصدى الثوار لمحاولة تقدم حزب الله في جرود القلمون وقتلت عددا منهم وأوقعت عشرات الجرحى واغتنمت أعتدى وأسلحة. الله أكبر. وفيما شن النظام غارات كثيفة بالبراميل المتفجرة على أحياء في درعا، دمر الثوار آليتين لقوات النظام بصاروخ موجه، في حين سيطر الجيش الحر على 4 كتائب في ريف درعا الغربي وتمكنوا من تحرير اللواء 61 أكبر القطع العسكرية في سوريا. وعقب سقوط عدد من القذائف في الجولان المحتل، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط منزل محافظ المنطقة وأسقط 4 قتلى وعددا من الجرحى، في حين قتلت امرأة و4 من أطفالها جراء غارة إسرائيلية على مدينة الطبقة في الرقة، علما أن رب الأسرة معتقل لدى النظام. يؤدي رئيس النظام السوري بشار الأسد غدا اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بعد أكثر من شهر على مسرحية الانتخابات التي أعادته إلى السلطة. وبحسب صفحة الرئاسة السورية على موقع فيسبوك، فإن الأسد سيحدد في خطابه الخطوط العريضة لولايته الجديدة المؤلفة من 7 سنوات سياسيا واقتصاديا. انتخب البرلمان العراقي سليم الجبوري رئيسا له بعدما نال أصوات 194 نائبا، ويمهد ذلك الطريق أمام انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة نور المالكي. هذا التطور السياسي تزامن مع إعلان الجيش العراقي دخوله تكريت وسيطر على الجزء الجنوبي من المدينة والتي يسيطر عليها المسلحون منذ أكثر من شهر. أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بعد لقاء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في فيينا، أكد أن هناك فجوات حقيقية وثابتة بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النهائي الذي يعمل الطرفان على صياغته قبل الأحد المقبل.
من جهته دعا ظريف الولايات المتحدة إلى إخراج المفاوضات النووية من الطريق المسدود الذي وصلت إليه، مقترحا مهلة للتوصل لاتفاق شامل. قتل 25 شخصا على الأقل وجرح نحو 50 آخرين في هجوم انتحاري هز سوقا بولايات باكتيكا الأفغانية بالقرب من الحدود الباكستانية، وأفيد بأن الانفجار كان كبيرا ودمر عددا من المتاجر، فيما لا يزال العشرات محاصرين تحت الأنقاض. وفي كابول تبنت حركة طالبان هجوما بقنبلة أدى إلى مقتل 2 من موظفي المكتب الإعلامي للرئيس حامد كرزاي وجرح 5 آخرين. في روسيا قتل 21 شخصا وجرح 150 كانوا على متن قطار مترو الأنفاق في موسكو، حين خرجت 3 عربات عن مسارها إثر توقف مفاجئ للقطار نجم عن انخفاض التوتر الكهربائي في الخط المغذي له. وبعدما أكدت السلطات أن الحادث ليس ناجما عن عمل إرهابي، أعلنت أنها ستقدم تعويضات لأسر الضحايا والجرحى، محذرة من أن المتسببين بالحادث سينالون جزاءهم. أجلت السلطات الفلبينية آلاف العائلات من المناطق الساحلية شرقي البلاد مع اقتراب إعصار رامسون، وهو الأول الذي يضرب البلاد هذا العام. كما ألغيت 47 رحلة داخلية و4 رحلات دولية على الأقل، في حين منعت 41 سفينة في 11 مقاطعة من الإبحار بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 6000 راكب. وتتابعون بعد الفاصل. بلانتلي، إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي خرق للألف وسبعمائة وواحد. جلسة علنية جديدة للمحكمة الدولية. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. أكثر من 7 جرحى في اعتداءات حزب الله على المدنيين في عرسال، وارتفاع حصيلة قتلاه في القلمون إلى 17. قلق في الجنوب بعد تكرار القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ. المبادرة المصرية تتعثر والاحتلال يستأنف غاراته العشوائية على قطاع غزة. أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن مجلس الأمن الدولي لا يزال متحدا في دعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. بلامبلي أشار بعد لقائها الرئيس تمام سلام إلى أن إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي هو خرق واضح للقرار 1701. وهذه خرقات واضحة لقرار 1701 وتعتبر تحديدا خطيرا للهدوء الذي كان صاعد في المنطقة والاستقرار بشكل عام. وتعمل قوات اليونيفيل كما تعرفوا أنكث مع الجيش اللبناني للتحقيق في الحوادث ومنع تكرارها. استمعت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسة علنية إلى شاهد جديد، هو الخبير الهولندي بارت هوجيبوم والذي يعمل في المعهد الهولندي للأدلة والمسح الفوتوغرافي، وقد تولى تحليل 13 صورة للحفرة التي أحدثها تفجير 14 من شباط. الشاهد وأثناء الاستماع إلى إفادته من قبل ممثل الإدعاء أشار إلى أنه لاحظ في الصور التي التقط بعضها في يوم التفجير وبعضها الآخر بعد 4 أيام، لاحظ وجود أشخاص في الحفرة يحاولون أخذ قياسها، كما شرح عن قياسات الحفرة وصولا إلى تحديد عمقها بمتر فاصل 9 وقطرها العلوي ب11 مترا فاصل 4 وقطرها السفلي ب8 أمتار فاصل 3. هذا وتستمع المحكمة غدا إلى خبير ألماني. افترات في عكار من عكار إلى صيدا. وإطلاق اسم بيير صادق على أحد شوارع الأشرفية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. مواقف سياسية وإنمائية خلال سلسلة أخبار محلية في هذا التقرير. أشار وزير الصحة وائل أبو فعور إلى أن كل ما يحصل من تعطيل هو نتيجة الشغور في موقع الرئاسة. أبو فعور وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي قال: ما دمنا مستمرين في هذه المعاندة وفي الإصرار على الشروط والشروط المضادة سيستمر الشغور في موقع الرئاسة والخطر على بقية المؤسسات، والحل الوحيد هو فتح باب الوفاق حول الرئاسة.
مسألة النازحين السوريين والعمل التشريعي لمجلس النواب طغيا على مداولات تكتل التغيير والإصلاح خلال اجتماعه الأسبوعي، واعتبر التكتل أن الاقتراع العام من قبل الشعب هو قمة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية. أكد النائب عاطف مجدلاني بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودي أن الشغور في سدة الرئاسة الجمهورية يخلق خللا في عمل المؤسسات وخصوصا مجلسي الوزراء والنواب. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتمع مع مجلس بلدية بيروت برئاسة بلال حمد. المجلس قدم للمشنوق مساهمة بمبلغ 2 مليار ليرة لإعادة تأهيل السجون. خطة النقل العام في لبنان وخصوصا لبيروت وضواحيها كانت موضع بحث في جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني. ومن مجلس النواب تحدث النائب محمد الحجار عن أزمة المياه في منطقة إقليم الخروب، مناشدا المسؤولين حفر أبار ارتوازية في المنطقة والعمل على إنشاء سد بسري. حذر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هاروم من أنه في حال لم تعطى المستشفيات مستحقاتها المالية سيتعطل فيها العمل، لافتا إلى أن مستحقات المستشفيات بلغت 1300 مليار ليرة لبنانية. إفطارات رمضانية في هذا التقرير. برعاية الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا بنائب رئيس التيار والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية النقيب سمير دومت، أقام فرع الصيادلة في قطاع المهن الحرة في تيار المستقبل إفطاره الرمضاني لصيادلة بيروت في فندق الكومودور بحضور نقيب الصيادلة ربيع حسوني. سأل عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل محمد المراد خلال إفطار رمضاني أقامه الحاج خالد شاهين وعدد من فعاليات عكار العتيقة أين هو حزب الله مما يجري من اعتداءات صهيونية على غزة. نظمت جمعية التعاون الإنساني في صيدا إفطارها السنوي بحضور رئيس هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ مالك جديدة، الذي أكد أنه لا يجوز لأحد أن يستعمل غلوه وقوته ليفرض رأيه على الناس، لافتا إلى أن الحوار هو الأساس. أقامت مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى حفل إفطارها السنوي للسيدات في مركزها بالأوزاعي تحت شعار مساحة من العطاء بحضور عقيلات رؤساء وزراء ونواب وسيدات من المجتمع. وتحدثت رئيسة لجنة صديقات المؤسسات السيدة بديعة شهاب عن المشاريع التي قامت بها وتقوم بها هذه المؤسسات. في الأشرفية أقيم حفل إطلاق اسم فنان الكاريكاتير الراحل بيير صادق على أحد الشوارع في المنطقة. الحفل جرى في حضور وزير الإعلام رمز الجريج، ممثلا رئيس مجلس النواب من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، والنائب عاطف مجدلاني ممثلا الرئيس سعد الحريري ورئيس بلدية بيروت بلال حمد، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية. ونصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم مع العملاق المصري في سيتي جروب يلي رح يدفع مبلغ 7 مليار دولار للسلطات الأمريكية بهدف تسوية تحقيق الرهون العقارية العالية المخاطر. هال 7 مليار دولار مقسمين على الشكل التالي: 4 مليار دولار لوزارة العدل ونحو 2.5 مليار دولار لإغاثة المستهلك. تشمل إغاثة المستهلك الاستثمار بمنازل بأسعار معقولة وإغاثة الرهن العقاري. وبالرغم من تسديد مبلغ 7 مليار دولار، أعلن سيتي جروب عن أرباح فصلية عالية وارتفع السهم بنسبة 3.02% نهار الاثنين. ومننتقل لقطر مع أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول، مصرف قطر الإسلامي، يلي أعلن عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 15% على أساس سنوي. وبالأرقام بلغ صافي الأرباح 725 مليون ريال قطري بفترة الست شهور منتهية ب 30 حزيران من 2014. وبالتفاصيل بيبلغ مجموع الموجودة 89.1 مليار ريال قطري، أي بارتفاع بنسبة 20% مقارنة بحزيران 2013. أما الودايع فقد بلغت 61.3 مليار ريال قطري، أي بارتفاع بنسبة 33% مقارنة بحزيران 2013، الأمر يلي بحسن أوضاع السيولة بالمصرف. ومننهي مع الذهب يلي تراجع بنسبة 2.4% يوم الاثنين، أكبر انخفاض بيوم واحد من أوائل كانون الأول، مع تلاشي مخاوف المستثمرين حول القطاع المصرفي البرتغالي، وأيضا بسبب أرباح الأسهم بالولايات المتحدة اللي حثت المستثمرين لجني الأرباح بعد ارتفاع سعر الذهب لمستويات قياسية بالفترة الأخيرة. هيدا كان كل شيء لليوم، شوفكم بكرة.
إلى صفحة الأحوال الجوية مع كارين خراط. بونسوار. طقس مستقر عم بيسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تفاصيل كلها من بعد فقرة صورة وشمسية. بذكركم إنه موضوعنا لهالشهر هو موسم البحر، فبعتوا لنا صوركم على انستغرام وفيوتشر تي في أبليكيشن. من سوريا تيارا مقداد، بنروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، وبنبلش جولتنا بتونس 30 درجة، الرباط 29، الجزائر 28 درجة. بنكفي على بغداد 45 درجة، دمشق 33، القدس 32، عمان 31، والختام بيكون مع الكويت 46 درجة، أبو ظبي 42، أما الدوحة عم بتسجل 44 درجة. نرجع على لبنان، الساحل عم بيشهد رطوبة عالية عم توصل لل 85%، أما بالنسبة للطقس رح يكون غائم جزئيا، مع حرارة عم تتراوح بين 23 وال 34، بالجبل 26 درجة، أما بالداخل عم توصل لل 36. هلا بنروح على الخريطة وبنبلش جولتنا بالمناطق اللبنانية، بعكار 31 درجة، طرابلس والكورة 30، الأرز 24، الهرمل 29 درجة، القاع 25، بعلبك 27، الرياق 26 درجة. منكفي عجبيل 30، فريا 27، جونية وبعبدة 32 درجة، بيروت كمان 32، وتأسى غائم جزئيا. زحلة 30، شتورة 31، عنجر 30، مشغرة 29، جزين 30 درجة، رشايا كمان 30، مرج عيون 31، بنت جبال 30 درجة، والختام بيكون مع صيدا سور وكانا 32 درجة. بكرة الأربعاء مثل ما قلت طقسنا غائم جزئيا، مع حرارة عم تتراوح بين ال 24 و 32، نسبة الرطوبة 55%، سرعة الرياح 19 كيلومتر بالساعة، أما الموج رح يوصل للمتر. بالنسبة للخميس والجمعة بتعتدل الحرارة وبتسجل 31 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 13 وال 24 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، ما تنسوا تبعتوا لنا صوركم وتصبحوا على ألف خير. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعنوان. مهام حماية حدود لبنان منوطة بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية اللبنانية. أكثر من 7 جرحى في اعتداءات حزب الله على المدنيين في عرسال، وارتفاع حصيلة قتلاه في القلمون إلى 17. وهذه خرقات وعدها لقراءة 1701. قلق في الجنوب بعد تكرار القصف الإسرائيلي وإطلاق الصواريخ. المبادرة المصرية تتعثر، والاحتلال يستأنف غاراته العشوائية على قطاع غزة. وفي الختام نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء. كل اللي عم نشتغل فيه